ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يزور بيجي والصينية للاطلاع على الوضعين الخدمي والأمني فيهما. الكريم يستقبل وفدين من مجلسي الدور والعلم. الحلبوسي والصدر يبحثان العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة. البرزاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق. من قناة صلاح الدين الفضائية قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، دمتم في أمان الله.